ماذا لو أننا قاطعنا الانتخابات؟ هل ستقضي المقاطعة على الفاسدين وتجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة؟ وفي حال ذهبنا وصوتنا للأفضل، هل نستطيع أن نحدث التغيير ولو بشكل بسيط أم أننا نحاول عبثا؟ لماذا لا يذهب المقاطعون للانتخابات ويشتركوا بها ويصوتوا من باب الأمر بالمعروف ودعم الصالحين؟ أم أن 7000 مرشح كلهم فاسدين من وجهة نظر المقاطعين؟ هل عندما نشارك بالانتخابات نكون قد وصلنا إلى الديمقراطية؟ وإذا كان كذلك فماذا عن هتلر الذي وصل بالانتخابات إلى رئاسة ألمانيا النازية؟ لماذا المقاطعون للانتخابات يتهمون جميع أعضاء البرلمان بالفساد مع أنهم لم يختاروهم؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والمشاركة بالانتخابات والمقاطعة هل هي حق أم واجب؟ المشاركة بالتأكيد هي حق وواجب بنفس الوقت، من حقك تختار الشخص الذي تراه مناسبا وهي واجب، ولكن ليس عدم القيام بهذا الواجب أنه سيعاقبك القانون. بالتأكيد لن تعاقب قانونا، ولكن ستعاقب بطريقة أخرى من خلال وصول أشخاص لا يمثلون المجتمع بشكل صحيح، وبالتالي لا يخدمون الوطن ولا المواطن. والمقاطعة هي استقالة من أداء الواجب وتنازل عن الحق، مع أنها خيار محترم بالنهاية، تقاطع من حقك لكن لا تعترض على من يأتي بالانتخابات. ننتخب أو لا ننتخب، نشارك أو لا نشارك، سؤال يقف عنده الناخب العراقي باحثا عن إجابة مقنعة ترسم له طريقه في كل عملية انتخابية. مقاطعون للانتخابات يخيم عليهم التشاؤم من جدواها، ويعتقدون أن العملية السياسية برمتها محسومة سلفا، متهمين السياسيين أنهم يتلاعبون بأصوات الناخبين من خلال قانون سانت ليغو المعدل والمال السياسي، ليحصلوا من خلاله على حصانة برلمانية تقيهم المحاسبة وتفتح لهم المجال للحديث باسم الشعب. أما المؤيدون للمشاركة في الانتخابات فيعيبون على المقاطعين أنهم يتعاملون بسلبية مع الواقع ولا يقدمون حلولا بديلة. فأيام الانقلابات العسكرية والحلول الدولية والبطل الذي سيأتي من القمر لينقذ العراقيين من واقعهم أوهام يمني بها بعض الناقمين على العملية السياسية. وبالعودة إلى التاريخ القريب للنظر والبحث في جدوى المقاطعة، وتحديدا عام 1992 عندما قاطع المسيحيون في لبنان الانتخابات، كانت النتائج كارثية على الطائفة المسيحية، حيث استغل بعض المغمورين فرصة المقاطعة من خلال ترشيح أنفسهم وفوزهم ببضع مئات من الأصوات، وبالتالي أحس الجمهور أنه تعرض إلى غبن كون أعضاء البرلمان لا يمثلونهم تمثيلا حقيقيا. وبالنظر إلى الشأن اللبناني وهو الأقرب للواقع الطائفي العراقي، لا ننسى ما نتج عن مقاطعة أغلب العرب السنة في العراق انتخابات عام 2005، وهو ما سمح بظهور طبقة سياسية لا زالوا يعانون منها. تتكرر الأخطاء وسوء الاختيار في بداياتها، لكن مع تكرار العملية تقل الأخطاء ويصيب الاختيار، فليس هناك فشل بل هناك محاولة للوصول إلى الهدف. فالمشاركة تعني إثبات الوجود والحضور، أن المواطن رقم مهم ومؤثر ولو على المدى المتوسط أو الطويل. أما المقاطعون فهم يعتقدون أنهم لم يخطئوا في الاختيار ويتفاخرون في ذلك لأنهم لم يختاروا أصلا، والذي لا يفعل شيء بالتأكيد لا يخطئ، ولكنه يبقى يلعن الظلام دون أن يحاول إيقاد شمعة تنير له الطريق.
إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا مع ضيوفنا من عمان. أرحب بالدكتور عبد الرحمن الجميلي الخبير في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن. مرحبا بكم، حياك الله. وأيضا أرحب من بغداد بالباحث والكاتب الأستاذ وائل الركابي. سيد الركابي مرحبا بك. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياك الله. أبدأ من عمان مع الدكتور عبد الرحمن الجميلي. دكتور عبد الرحمن، هناك الكثير من الهاشتاغات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك حملات، يعني لن أنتخب، أنا مقاطع للانتخابات، الانتخابات لا تمثلني. هؤلاء ماذا يريدون بالضبط؟ يعني ديمقراطية لا زالت تحبو في بلد يعني وضعه معروف للعالم جميعا، يعني ماذا يريدون؟ هل يريدون ديمقراطية على المستوى الدول الأوروبية الإسكندنافية يعني بشكل يعني في ليلة وضحاها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ خالد، وتحياتي للضيف الكريم أستاذ وائل، وتحياتي لمشاهدي قناة التغيير. يعني منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا شهدنا تغييرا جذريا على الساحة العراقية، على مستوى نظام الحكم وعلى مستوى الديمقراطية التي تفضل بها التقرير آنفا، وشهدنا متغيرات كثيرة في المجتمع العراقي. اليوم نحن أمام مفترق طرق، مفترق طرق تاريخي على مدار 15 عام لم تقدم العملية السياسية ولو بالحد الأدنى للمواطن ما يصبو إليه وما يحلم به. واليوم نترقب 12/5 الذي سيكون هو مفترق طريق تاريخي للعراقيين. يعني حينما نتحدث عن المواطن، المواطن له المسؤولية الأولى والأخيرة في تغيير الوجوه السياسية، بالتالي هي أعتقد مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية قانونية. على المواطن اليوم الدور الكبير في متغيرات العملية السياسية برمتها في العراق، وبالتالي تغيير الوجوه السياسية. إذا ما شعر المواطن أن هذه الوجوه لم تقدم له على مدار 15 عام بالحد الأدنى من حياة كريمة، عليه أن يذهب ويغير هذه الوجوه لكي ينال هذه الحياة الكريمة. إذن المسؤولية الأولى والأخيرة للمواطن يا سيدي الكريم، حينما تضع الدولة كل تذلل كل الصعوبات أمام المواطن، حينما يعني تهيئ له الجو المناسب، المناخ المناسب، العملية الديمقراطية، عفوا، العملية الديمقراطية المناسبة للمواطن من أجل الذهاب إلى صندوق الاقتراع واختيار من يمثله في العملية السياسية، إذن لم يقبل دكتور المواطن. دكتور دكتور هذا يعني عفوا كلام يعني تتحدث بالعموميات، يعني كيف يعني موجود قانون انتخابي يعني سانت ليغو معروف دوليا، يعني ليس من اختراع مفوضية الانتخابات العراقية، موجود قانون الأحزاب، يعني ماذا تريد يعني تطمح إليه بالضبط لتقويم العملية الديمقراطية؟ أنا أريد أن أصل إلى أن هناك يعني مسؤولية أخلاقية على الجميع، مسؤولية مجتمعية على الجميع. إذا ما أرادوا الخروج من عنق الزجاجة، علينا أن نذهب كلنا لصندوق الاقتراع ونغير من نغير، بالتالي نطمح إلى يعني تنمية لهذه العملية السياسية، تغيير كامل للعملية السياسية. يا سيدي الكريم، إذا ما غيرنا بالحد الأدنى، ما أقول 10%، 20%، من 10 إلى 20% من هذه العملية السياسية التي دارت على مدار 15 عام، سيكون هناك إنجاز. لا يأتي التغيير جملة واحدة أستاذ خالد، لا يمكن أن يأتي التغيير جملة واحدة، ولا يمكن أن تأتي التنمية جملة واحدة. التنمية مراحل، وهذه المراحل تتطلب شد حزام الظهر، النخوة، التفاني، الإخلاص، التماسك فيما بين أفراد المجتمع من أجل الذهاب إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشح الكفو الجيد، وقطع الطريق على المرشحين السيئين أو السياسيين السيئين الذين عاشوا العملية السياسية على مدار أكثر من دورة. وبالتالي إذن المسؤولية الأولى والأخيرة على المواطن. إذن نحن يعني نشيد بدور المواطن اليوم حينما يذهب لاختيار المرشح الكفوء، الايادي البيضاء، يعني اكثر من 7000 مرشح، اكيد فيهم الجيدين، اكيد فيهم يعني ممكن ان يكون اكثر من جيدين. اذا المواطن هو يعرف من سينتخب هو المرشح الذي سيمثلهم. طيب، على الوجه الاخر او على الطرف الاخر، نعم هناك عمليه سلبيه، عمليه بيع الاصوات، عمليه شراء ذمم، عمليه شراء مسؤولين في الدوله العراقيه، كل هذا لا يهم المواطن. إذا ما أراد المواطن التغيير الحقيقي والتغيير الجذري، عليه هو بنفسه أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويغير بنفسه من أجل الخروج من عنق الزجاجة. طيب، أنتقل إلى ضيفي من بغداد الأستاذ وائل الركابي. أستاذ الركابي، يعني كما قال الدكتور الجميلي، يعني مراحل تأتي الديمقراطية، ولكن في الحالة العراقية الديمقراطية جاءت مسلفنة، يعني بمعنى ليست
يعني نحن كالشعب العراقي تحولنا من دكتاتورية ثم بدأنا نبني ديمقراطيات، جاءتنا معلبة وكلفتنا مئات الألوف من الشهداء، وكلفتنا يعني تم إزالة الدولة العراقية وبنائها من جديد، ومع ذلك يعني يريدوننا أن ننتظر عقود لكي يعني تنضج هذه الديمقراطية. بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني بداية أنا أتفق مع أغلب ما طرحه الدكتور عبد الرحمن بخصوص يعني الديمقراطية وبخصوص المسؤولية التي حملها إلى المواطن العراقي. سيدي الكريم، يعني الثمن كبير، لابد كان علينا لابد أن ندفع هذا الثمن، لأنه الدكتاتورية المقيتة التي عشنا في ظلها أكثر من 35 سنة، وكأنه علماء الاجتماع يقولون لابد لنا من أن نواجه على الأقل بنفس المدة الزمنية التي قضيناها في هكذا نظام دكتاتوري، ومن من تداعيات سلبية نتجت من هذا النظام. يعني علم الاجتماع يقول لابد علينا أن نتحمل ثلاثة عقود يعني موازية إلى عقود الدكتاتورية. لكن أنا أقول أننا عبرنا مهما يكن، بغض النظر عن كل ما أريد أن أتحدث إليه وأن التي أسميتها جنابك الكريم الديمقراطية المعلبة أو المسلفنة التي جاءتنا من الخارج، يعني هذه دفعنا ثمنا لها ولا نزال لربما ندفع هذا الثمن، لكن لم يكن أمامنا بديل إلا هو أن نرضى بهذه الديمقراطية المسلفنة لأن تكون بديلا إلى دكتاتورية قد جشمت على يعني جثمت على صدورنا عقود طويلة. عموما اليوم أنا أعتقد أنه يعني أنهينا أو تقريبا قفزنا قفزة طويلة جيدة في عملية الديمقراطية. يعني الانتخابات القادمة جعلت من المواطن العراقي، أنا لربما قد أختلف مع ما طرحته في بداية حديثك بسؤالك إلى ضيفك الكريم الدكتور عبد الرحمن بأن الهاشتكات تقول أنا لا أنتخب، هذه أنا لا أتصور نسبة كبيرة من المجتمع، هذه نسبة قليلة جدا، ولربما هي يعني تحاول أن تمثل نفسها، لا تحاول أن تعطي يعني صورة انطباع كاملة عن مجتمع اليوم. العراقيين جميعا بمختلف ثقافاتهم وبمختلف عناوينهم يعني يريدون التغيير، لأنهم سئموا هكذا وجوه، سئموا من هكذا توافقات جاءت نتاج لمحاصصة مقيتة كانت قد فرضتها علينا الدولة التي جاءت بتلك الديمقراطية، وهي مشروع بريمر، وهو مشروع بريمر الذي فرض علينا هذه المحاصصة. لذلك اليوم نحن نريد أن نخرج من هذه المحاصصة، نحن نريد أن نولد وجوه جديدة للبلد العراقي في السنوات القادمة، لكن هذه لا يتحملها فقط السياسي، يعني هذا السياسي اليوم أو المرشح ليس فقط هو يتحمل هذه المسؤولية، لا، اليوم الناخب عليه مسؤولية كبرى في اختيار الكتلة التي لها شعارات حقيقية وطنية، في اختيار الوجوه الجديدة، على الأقل وجه جديد ضمن منطقة أنا أعرفه والمجموعة التي حواليه تعرفه، لا أن آتي بالضرورة والله لأنه أنا شيعي يفترض أن أنطلق من مذهبيتي وفلان سني لا بد يعني علي أن أستاذ ينطلق يعني ممتاز، يعني ذكرت نقطة مهمة يعني جدا يعني أذهب بها إلى دكتور عبد الرحمن الجميلي. دكتور عبد الرحمن، يعني لاحظنا في الانتخابات يعني في 2010 لاحظنا يعني السيد طارق الهاشمي، السيد المالكي، السيد اياد علاوي حصلوا على ارقام مئات الالوف. هل هؤلاء المئات الالوف الذين انتخبوهم التقوا بهؤلاء الاشخاص ام انهم شاهدوهم من خلال الفضائيات؟ يعني الان السيد وائل الركابي ذكر يعني طريقه يعني جيده جدا، انه تختار شخص تعرفه، شخص من منطقتك، شخص تعرف أباه وتعرف أهله وتعرف نسبه وتعرف إخوته على الأقل لكي تختاره، ولا تختار أشخاص بمجرد أنهم ظهروا على الفضائيات. ألا تجد هذه طريقة جيدة لاختيار الأشخاص والمشاركة وإعطاء الأصوات؟ أتفق تماما أستاذ خالد مع طرحه الأستاذ وائل الركابي، وبالتالي أنا ذكرت هذا الأمر أن هي المسؤولية مسؤولية أخلاقية على المواطن أن يذهب ويختار المرشح الكفو الذي يعرفه ويعرف سيرته الذاتية. يعني هذا الموضوع دعني أربطه في قضية طرحها الأستاذ وائل، قضية العقود الثلاثة، النظرية التي تقول، النظرية في علم الاجتماع التي تقول إذا ما أردت أن تغير يعني
الفترة التي عشتها في فترة الكبت والحرمان وإلى آخره، عليك أن تعيش عقود ثلاثة. هي هكذا هي الديمقراطية، لن تأتي الديمقراطية مرحلة واحدة، لم تأتي دفعة واحدة، لم تأتي جرعة واحدة، خاصة أننا العراقيين لم نتعلم على الديمقراطية، لم نمارس الديمقراطية على مدار أكثر، يعني من قبل 2003 حتى قبل يعني قبل النظام الملكي لم يشهد المواطن العراقي ولم يعش الديمقراطية، وبالتالي المواطن العراقي بعيد عن الديمقراطية. سيدي الكريم، أنا أشبه هذه الحالة مثل ما تذهب إلى قصاب تشتري لك لحمة، لا يمكن أن تأكل هذه اللحمة مباشرة، تغسلها، تسلقها، تشويها، وهكذا حتى تصير لحمة بالمذاق الطيب. كذلك حالة الديمقراطية للعراقيين، العراقيين لم يشهدوا الديمقراطية أستاذ خالد، يمكن يوافقني الرأي أستاذ وائل، وبالتالي علينا أن ننتظر مراحل لتنمية الديمقراطية العراقية حتى نصل إلى مفهوم الديمقراطية الحقيقي. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني هناك نفترض يعني هناك تغيير، يعني هناك عقد ونصف العقد مضى على التغييرات في العراق، يعني نستطيع أن نحسب هذه الأحزاب هي نفسها مع تغييرات طفيفة، يعني إسلامي الآن يعني رأى أنه المزاج العام وحتى المزاج الدولي غير الاسم وأصبح مدني ديمقراطي، مجرد تغيير أسماء. أما تغيير الشخوص فهناك من يقول أصبح النواب يرشحون ويساعدون حماياتهم على أن يرشحوا في القوائم، لا يتغير شيء، تتغير الأسماء لا يتغير المضمون. خليني أوضح في النقطة سيد خالد، يعني هم شوف اليوم المرحلة الانتخابية الحقيقة لهذه الدورة تشهد تنافسا يعني كبيرا جدا يختلف عن سابقاتها من المراحل من الدورات الانتخابية، والسبب يعود إلى ما عانه المواطن على مدار 4 سنوات مضت جراء يعني حروب داعش، ما سببه السياسيون للمواطن، يعني لم يوفروا له بالحد الأدنى من حياة كريمة. كل هذه التداعيات أوصلت المواطن إلى أن يكون يعني هو المؤهل لهذا التغيير، وبالتالي حينما يفرض السياسي أسماء يعني له وعليه ومحسوبين عليه، أنا أعتقد لم تعبر عن المواطن. المواطن أصبح واعيا مدركا لما يدور حوله. أستاذ خالد، التجربة مريرة، لذلك مهما جاء المرشح بثوب ديني، بثوب حزبي، بثوب طائفي، مناطقي، عشائري، أنا أعتقد المواطن أصبح على قناعة كاملة أنه لا بد من التغيير ولا بد من انتقاء الوجوه الجيدة التي توصله إلى بر الأمان، وبالتالي أنا أعتقد التغيير قادم ولكن على مراحل. قد نستعجل التغيير، إحنا يعني حدود العقل الإنساني يستعجل التغيير، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون سنته في الكون أن يأتي التغيير على شكل مراحل، وبالتالي لنا شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي حياتنا اليومية. نعم. أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة أو جرعة واحدة، يأتي على شكل مراحل، فننتظر ما بعد 12/5 إن شاء الله سيكون الانطلاقة الأولى أو خط الشروع من أجل تغيير حقيقي على مستوى الجغرافية العراقية إن شاء الله. طيب أنتقل إلى سيد وائل الركابي. سيد الركابي، إذا كان هناك تغيير يعني نترك شعارات لن أنتخب، أنا مقاطع الانتخابات، الانتخابات لا تمثلني، يعني دعنا يعني نتفائل، بتصورك يعني كيف راح يكون التغيير؟ نسبة هذا التغيير، واجب المواطن يعني ماذا يفعل أمام هذه القوائم، ماذا يفعل لكي يغير؟ والله سيد الكريم، هناك يعني أنا أتصور يعني مسؤوليتين، واحدة تتوقف على أو تتعلق بالسياسي المرشح، وواحدة تتعلق بالمواطن. المواطن عليه أن يختار الاختيار الصحيح الذي تحدثنا عنه، وهذه مسؤولية يتحملها أمام الله وأمام الوطن وأمام نفسه وأمام التاريخ. والسياسي عليه أن يطرح برنامجه بشكل حقيقي واضح، وعليه أن يعمل إلى موضوعة الأغلبية. يعني أنا لا أريد أن أقول مصطلحات لربما حتى لا أتهم على طرف إلى أنحاز إلى جهة دون أخرى، لكن كحديث حقيقي وواقعي، يعني قد سئمنا المحاصصة سيد الكريم، أصبحت لزاما علينا أن نختار حكومة ديمقراطية تملك الرؤية الحقيقية وتملك الأريحية في اختيار الوزراء والحكومة، كابينتها الحكومية. نعم. وهذا لا يأتي إلا من خلال العمل بالعملية الديمقراطية، تنفيذ العملية الديمقراطية بشكل حقيقي من خلال تشكيل أغلبية سياسية. هسه هذه الأغلبية السياسية مرة تأتي نتاج لحزب واحد استطاع أن يأتي بأصوات ساحقة 50+1، ومرة يأتي من خلال توافق مجموعة كتل
من الممكن أن تحصل على هذه النسبة. لذلك الأغلبية السياسية بمعنى أن هناك توافق ما بين هذه الكتل وتلك الشخصيات السياسية، إذا ما أردنا أن ننقذ العراق من المحاصصة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. طيب الآن طيب سيد المحاصصة سيد الركابي، سيد الكريم، يعني نعم نتفق من أنه صناديق الاقتراع هي الحل للوصول إلى نظام حكم، ولكن في جميع دول العالم صندوق الاقتراع هو جزء من الديمقراطية، ليست الديمقراطية كاملة. يعني يكون لدينا ديمقراطية عندما يكون لدينا قضاء مستقل، عندما تكون مفوضية الانتخابات مستقلة، عندما تكون هيئة النزاهة مستقلة، عندما يكون الإعلام مستقل. والله صحيح. نعم صحيح، لكن هذه منين؟ أني هذه شلون أقدر أحصل هذه الهيئات وأعطيها استقلالية وأني أعيش يعني في ظل المحاصصة؟ أنا أريد أن أخرج، أنا أريد أن أعطي القضاء استقلاليته، أريد أن أنطي الإعلام استقلاليته، أريد أن أنطي كل الجهات الأخرى استقلاليتها بشكل حقيقي. هذه ما تأتي إلا من خلال ابتعادنا عن المحاصصة. المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق والتي هي جاءت نتاج ضغط بريمر ومشروع بريمر، للأسف اليوم أصبحت الكتل السياسية وكأنه ملزمة في تطبيق هذا القانون. لا، نحن سئمنا من هذا القانون وسئمنا من هذا القرار. نحن نريد أن نخرج إلى العالم وإلى الديمقراطية على الأقل لكي نعيد إلى أنفسنا ما فقدناه طيلة 15 سنة مضت، وإكراما إلى دماء شهدائنا الذين سقطوا من أجل الديمقراطية والذين سقطوا من أجل إبقاء هذه العملية الديمقراطية. ابقى معي سيد الركابي، الابتعاد عن المحاصصة. نعم ابقى معي سيد الركابي، أذهب إلى دكتور عبد الرحمن الجميلي من عمان. دكتور عبد الرحمن، يعني السيد الركابي يقول العملية تنجح في حال تجاوزنا يعني المحاصصة الطائفية. أنا طرحت عليه سؤال من أنه الذي أتى بهذه الديمقراطية أمريكا، وتقولها صراحة، لكن لم تبني لنا مؤسسات حقيقية لكي يعني توفر بيئة مناسبة لكي تنضج هذه الديمقراطية. ماذا عن القضاء؟ هل يعني هناك الكثير من الملاحظات على القضاء العراقي، وهناك ملاحظات على هيئة النزاهة، وهناك ملاحظات على مفوضية الانتخابات، وهناك ملاحظات على جميع الهيئات المستقلة. يعني الجميع يقول إنها غير مستقلة، الهيئات المستقلة غير مستقلة. كيف تبنى الديمقراطية بهذه الطريقة؟ يعني أستاذ خالد، طرحت أنت سؤال يعني محوري الحقيقة، ويتعلق يعني يتعلق بالحالة العراقية. هناك منظومة تسمى المنظومة الديمقراطية، هذه المنظومة لها مجموعة حلقات مؤسساتية ذكرتها حضرتك، الإعلام، القضاء، هيئة النزاهة، مفوضية الانتخابات. كل هذه الحلقات مجتمعة، لا يمكن اجتزاء حلقة واحدة من هذه الحلقات من أجل اكتمال المنظومة الديمقراطية. ولذلك أنا أؤكد أن هذه المنظومة الديمقراطية للعراقيين التي جاءت بها أمريكا هي لم تكن منظومة متكاملة. نحن نحتاج إلى استكمال هذه المنظومة، استكمال هذه المنظومة. إذا كان القضاء مسيسا، وإذا كان مفوضية الانتخابات مسيسة، وإذا كانت الإعلام مسيسا، وإذا كان طائفيا مناطقيا مخندقا، سمه بما شئت، إذا ما أردنا استكمال هذه المنظومة الديمقراطية علينا إصلاح هذه المؤسسات التي تستكمل هذه المنظومة الديمقراطية من أجل لبسها كحلة ديمقراطية للمواطن العراقي أو للشعب العراقي. هذه لم تستكمل أستاذ خالد، نحن في صدد استكمال هذه المنظومة. نحن بحاجة إلى وجوه سياسية تغلب المصلحة العراقية، تغلب مصلحة الجغرافية العراقية، كما عمل الرئيس التركي، غلب المصلحة الجغرافية التركية على كل المصالح. نحن نحتاج إلى رجال بناة أوطان يغلبون المصلحة العراقية، يغلبون الجغرافية العراقية، بغض النظر عن الخندقة والطائفية والحزبية والفئوية والمناطقية، بغض النظر، غلب المصلحة العراقية، غلب المصلحة الوطنية، ستستكمل عندك هذه الحلقات. وبالتالي نحن اليوم بحاجة ماسة الحقيقة يا سيدي الكريم. التوافقات عبارة عن طائفية، توزيع الحصص عبارة عن طائفية. حينما تغلب المصلحة العراقية أنا أعتقد ستسحق هذه التوافقات وستسحق هذه الطائفيات وستسحق الخندقة، وبالتالي نصل إلى بر الأمان من أجل استكمال هذه المنظومة الديمقراطية. لكن دكتور عبد الرحمن، هناك من يقول من أنه نحن تجاوزنا الطائفية، الآن وصلنا إلى العائلية.
أسلم معك، نعم تجاوزنا مرحلة الطائفية، نعم صحيح، ولكن المواطن العراقي والشعب العراقي إضافة إلى السياسي العراقي يا سيدي الكريم لم تصل الديمقراطية إلى ذهنه وصولا حقيقيا. يعني هو يعني الغالب يتصور أن الديمقراطية روح سب واشتم وسوي بكيفك واشتغل بكيفك، مو هذه الديمقراطية. الديمقراطية أن تشعر بالانتماء الوطني يا سيدي الكريم. محقت الوطنية من الإنسان العراقي، محقت الوطنية العراقية منذ قبل 2003 وليس من بعد 2003. قبل 2003 سحقت الوطنية العراقية عند المواطن العراقي، وبالتالي هذه تداعيات لمرحلة سابقة لم يشهد العراقي المواطن العراقي الديمقراطية الحقيقية ويعيشها حال باقي الشعوب. نحن نحتاج إلى قناعة كاملة بهذه المصلحة الوطنية العراقية من أجل نضج العملية الديمقراطية سواء على السياسي أو على المواطن العراقي. يعني أذهب إلى سيد الركابي من بغداد. سيد الركابي، يعني تحدث السيد الجميلي عن الشعور الوطني وما إلى ذلك. يعني عندما نحن كشباب نشاهد من خلال التلفاز مسؤولين وهم يصرحون بولائهم، يعني بعيدا عن ولاء العراق، يعني أين القانون الذي يعاقب؟ أين الشعور بهذه الوطنية؟ ما هو شعور الانتماء يبني ديمقراطية؟ أنه أنت تنتمي لهذا البلد وتريد أن ينهض هذا البلد. بالبداية نحن نحتاج إلى انتماء لهذا البلد، نحتاج إلى انتماء السياسي لهذا البلد. هل تعتقد من أنه المرحلة القادمة ستتغير الكثير من الأمور؟ والله يا سيدي الكريم، يعني هي مو المشكلة أنه يعني ليس هناك عيب في أن أقول أنا أنتمي إلى فلان محافظة أو أن أنتمي إلى فلان عشيرة أو أنتمي إلى فلان ديانة وإلى قومية وإلى مذهب، لكن يفترض هذا الانتماء يجب أن يعني أن يرتبط وأن لا يعلو على الانتماء الوطني الذي يجمع كل المكونات ضمن رقعة جغرافية واحدة مشتركة بتاريخ كبير وأرض واحدة اسمها العراق. يعني ليس عيباً أن أكون شيعياً أو أكون سنياً أو أكون كردياً أو أكون عربياً، لا أطلاقاً، ليس هذا هو العيب. لكن المشكلة وصلنا إلى درجة من فقدان الثقة بحيث أصبح جميعنا يتشكك أو يشكك في الآخر. يعني عندما أقول أنا عربي، الكردي أوتوماتيكياً وهو جالس في الإقليم يقول أن هؤلاء العرب جاءوا لكي يريدوا أن يعيدوا علينا المبادئ القومية الشوفينية، وبالتالي من الممكن أن يكون هدفهم القادم هو الكرد. وكذلك عندما يتحدث الشيعي وكأنه عندما يقول أنا أنتمي إلى الحسين كأنها هي قضية أراد بها. لا لا لا, لا, لا عفوا أنا كان أستاذ وائل، أنا كان سؤالي هناك ولاءات خارج العراق لكل الطوائف، هناك ولاءات أصبحت لا خارج. لا ولاءات، الولاءات خارج العراق لأي طرف كان هذا أمر مرفوض نهائيا. لكن وين المشكلة سيد الكريم؟ المشكلة أيضا هي لا تخرج عن التشكيك. يعني وكأنه عندما نتحدث عن مجموعة مثلا تنتمي إلى الحشد المقدس، الأطراف الأخرى المعارضة لهذا التواجد ينعتونه بالطائفية وكأنه هي القضية، الدماء أصبحت إيرانية. عندما يأتيني شخص سني يقول علينا أن ننفتح مع السعودية، أنا مباشرة أتمحور ضمن المحور الذي نطق به السياسي الذي انتقد الحشد المقدس، وأبدأ وكأنه أقول أن السعودية تريد أن تلغي الدور الشيعي داخل العراق للدولة الجارة لإيران. نعم. هذه مشكلتنا اليوم. لا يمكن أن نتخلص من هذه المسميات وهذه العناوين ونزرع بذرة وطنية عراقية ما لم نعيد اختيار الوجوه الصحيحة التي تؤمن بهذه المبادئ. أنا لست ضد كل المرشحين القدامى، لا، هناك شخصيات وطنية قيادية معروفة لدى الشعب العراقي من كل الأطياف ومن كل المكونات، لكن علينا أن نكون القاعدة التي تدعم هذه الشخصيات وأن تكون يعني داعمة له وتشكل ماكينة حقيقية. نعم يعني من إرادة. نعم. شعبية من الممكن أن تغير الوجوه. يعني هو الاعتراض هو ليس على الشخص ولكن على نهج هذا الشخص، إذا كان نهج يتناغم. نعم. نعم. نعم نعم. إذا كان يتناغم مع الحالة العراقية، الحالة الوطنية، إرادة الشعب، ليس هناك مشكلة حتى لو رشح 50 دورة انتخابية. أحسنت، صحيح صحيح، وهذا هو الصحيح. لكن اليوم لحد هذا، لأنه الخلافات اللي عندنا أو أوصلتنا إلى حالة
وكأننا بتنا نمقت لمجرد أن نسمع أن فلان كان قد ترشح لثلاث دورات سابقة، نمقت وجوده ضمن هذه العملية وكأنه أصبح هو يعني موسوم ومرسوم مع الحالة المتردية. نعم سيد الركابي، دعنا أيضا نسمع رأي مواطن يعني أعطى رأيه ضمن أبيات شعرية. كم مرة اللي دغنس ماله باسم الدين ولد عبود نفسه يجرجر رياله، تريد اكتب نعم واصبح شريك وياك، انت تبوك تلغط وانا اللي وشاله. احسنت، اعد الله يوفقك. تريد اكتب نعم واصبح شريك وياك، انت تبوك تلغط وانا اللي وشاله، انت تصير عايش باحسن الاحوال وانا ظهري انحنى واشتغل عماله. تريد اكتب نعم عن حصتي بالبترول حتى بقات تكشخ والبس اسماله. صحيح والله. تريد اكتب نعم عن حصتي بالبترول حتى بقات تكشخ والبس اسماله. تريد اكتب نعم حتى الثقال تزيد. الله. تريد اكتب نعم حتى الثقال تزيد والايتام تكسر رايد جماله. تريد اكتب لاجل تتغذى انت بريب وكميه اجدي وخبصتي الخاله. تريد اكتب لاجل لوقيه تهتف لك علي وياك كل هالصيح حياله. راح اكتب نعم، راح اكتب نعم، بس نعم للتغيير مثل ما غير البوتين بالكاله. راح اكتب نعم بس نعم للتغيير مثل ما غير البوتين بالكاله. راح اكتب نعم وارسمها خط كوفي وهندسها انا بمقواري والفاله. راعي وعيد الثورة العشرين بالعباس. راح اكتب نعم وارسمها خط كوفي وهندسها انا بمقواري والفاله. وعيد الثورة العشرين بالعباس والتاريخ بيكم يترس سلاله. راح اكتب نعم ما انتخب للدوم. راح اكتب نعم ما انتخب للدوم، شلون ارجى النظافة وانثر زبالي. راح اكتب نعم بس للشعب والله. راح اكتب نعم بس للشعب والله. يعني مشاهدينا الكرام، يعني بالله شعب مثقف. يعني الآن لو يعني أنزلت هذه الأبيات الشعرية وعملت دراسة للوضع العراقي بشكل كامل مع ختمها بالحل، يعني أذهب إلى الدكتور عبد الرحمن الجميلي من عمان. دكتور عبد الرحمن، ليس شرط أن تأتي الديمقراطية بالشيء الجيد. يعني من قام بالحرب العالمية الثانية، أشعل الحرب العالمية الثانية، هو هتلر، وهتلر وصل إلى رئاسة ألمانيا النازية عن طريق الانتخابات. فلماذا يصدع رؤوسنا بعض السياسيين ونحن منتخبون، نحن مرشحون من قبل الشعب؟ العبرة بالفعل، وليس أنه أعطاك الشعب هذه الصلاحية ولكنك ربما لم تستخدمها بشكل صحيح. نعم أحسنت، ولذلك هي صح. الحالة السياسية أو السياسيين هم انعكاس لحالة المواطن العراقي، لحالة الشارع العراقي. يعني من هم الذي يعني أوصلهم إلى قبة البرلمان؟ الشارع العراقي، الناخب العراقي. نعم نتحفظ أن هناك تزوير حصل في الدورات السابقة، ولكن هي انعكاس لحالة الشارع العراقي. وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى انتماء حقيقي، انتماء للسياسي وانتماء للمواطن. يعني الأبيات التي قدمتموها آنفا أستاذ خالد تتحدث عن الحال العراقي، تتحدث عن حال المواطن. نحن بحاجة إلى انتماء حقيقي، الانتماء الذي يجعل المواطن يمشي بالشارع يشيل ورقة من القاعدة ببسلة الزبالة. الانتماء الحقيقي الذي يشوف المواطن، إذا يشوف موظف مرتشي يروح يبلغ عن المدير. هذا الانتماء الحقيقي فقدناه للأسف. هذا الانتماء الحقيقي يحتاجه السياسي ويحتاجه المواطن ويحتاجه من أجل الذهاب لصندوق الاقتراع وبالتالي وصول إلى انتماء حقيقي. نحن بحاجة إلى هكذا انتماءات يا سيدي الكريم، فقدنا هذه الانتماءات. أنا حينما أصل إلى قناعة توصلني إلى أن أكون يعني أعيش بحياة آمنة، حياة رغيدة، حياة يعني حال باقي الشعوب، علي أن أمارس الانتماء الحقيقي. وإذا ما ابتعدت عن الانتماء الحقيقي هذه هي النتيجة، هذه التي وصلنا إليها. ولذلك على مدار 15 عام من 2003 حتى يومنا هذا، ونتيجة لتراكمات مراحل سابقة، فقد الانتماء الحقيقي يا أستاذ خالد. فقد الانتماء الحقيقي للمواطن العراقي، مثل ما تفضل الأستاذ وائل. يعني حينما يذهب العربي إلى الكردي، الكردي يعني يتحسس أن العربي يفرض عليه القومية وما إلى ذلك. حينما يذهب السني وهكذا. إذن نحن نحتاج إلى تجرد من هذه الحالة والخروج من عنق الزجاجة من أجل صناعة انتماء حقيقي لهذا البلد الجريح. دكتور عبد الرحمن، يعني هناك مشكلة. هناك من يقول من أنه الديمقراطية، الانتخابات، هذه الأمور جاءت قرينة الاحتلال، جاءت قرينة الويلات، جاءت قرينة الفساد.
فأصبح يعني عندما يتذكر الديمقراطية ويتذكر الطريقة الانتخابية يتذكر كل هذه السلبيات ولذلك يرفضها. لم تقم الجهات القائمة على الديمقراطية بصرف مبالغ كبيرة لمحاولة شرح هذه الطريقة الديمقراطية. تعرف ليش أستاذ خالد؟ لأنه القائمين على العملية السياسية ليس لديهم الخبرة السياسية في بناء الوطن. يا سيدي الكريم، جاء الاحتلال، حكمت الدولة العراقية من قبل حاكم عسكري أمريكي. أرادت أمريكا أن تنظم عملية سياسية وتسلم الحكم للعراقيين. جاءت بعملية الانتخابات في 2005، وكلنا شهدنا عملية الانتخابات في 2005 وهي القائمة المغلقة. بالتالي خرجت علينا مجموعة من السياسيين قادوا العملية السياسية في العراق لدورة ثانية، بقوا في هذه العملية السياسية لدورة ثالثة، وهكذا بني المال السياسي من خلال تواجدهم بالعملية السياسية، سيطروا على كل مفاصل الدولة. ولذلك يعني السبب قد يكون سبب من مجموعة أسباب وجود هؤلاء الأشخاص من خلال عملية ديمقراطية أرادت أمريكا أن تضعها بين يدي العراقيين لممارستها، وبالتالي جعل القائمة المغلقة هي من أنتجت هذه الوجوه الذين بنوا بالمال السياسي من أجل الوصول والبقاء إلى هذه البحبوحة التي لا يريدون أن يغادروها. ولذلك يعني أعود وأكرر أن المواطن اليوم هو المسؤول الأول في تغيير هذه العملية السياسية بالذهاب إلى صندوق الاقتراع وانتخاب المرشح الجيد الذي مثل ما تفضل الأستاذ وائل الذي يعرف سيد الجميلي. دعني أذهب إلى سيد وائل. أستاذ وائل، الديمقراطية يعني كما يعني سألت الأستاذ الجميلي، الديمقراطية جاءت قرينة يعني وضع سيء جدا، يعني ونحن غير معتادين، يعني معتادين على القائد الأوحد، ولا زال هناك من ينظر إلى القائد الأوحد. كل ما كان هناك رئيس وزراء نظر إليه وكأنه كل شيء بغض النظر عن البرلمان والمؤسسات الأخرى. ألا تعتقد من أنه من قام برعاية هذه العملية الديمقراطية قد قصر ولم يقم بشرح أو تقديم هذه العملية الديمقراطية إلى المواطن العراقي بشكل صحيح لكي لا يتشائم منها ولا يتعامل معها بشكل سلبي، مع العلم الشعب العراقي من الشعوب التي يعني تتقبل التغيير؟ صحيح، نعم أتفق معك تماما، لكن بذات الوقت أنا حتى لا أدافع عن العملية السياسية ولا على السياسيين جميعا، نعم يعني السياسي حقيقة تعرض إلى ضغط خارجي. يعني إحنا علينا أن لا نغفل عن قضية التدخل الأمريكي الذي خطط لكل ما جرى في العراق منذ عام 2005 على الأقل، منذ انطلاق عملية الانتخابات وإلى يومنا هذا، وحتى في الانتخابات القادمة يبدو لي أنه الموقف الأمريكي أيضا له نوايا في التدخل بعملية الانتخابات. يعني الأمريكان أقحمونا في حرب كدنا أن نصل فيها إلى حرب أهلية والعياذ بالله في عام 2005. يعني أنا في حال يعني قد أتقاطع وأختلف مع ضيفك الكريم دكتور عبد الرحمن، نعم أنا أنتقد الدائرة المغلقة، يعني كقائمة مغلقة أنتجت لنا وجوه ووجود مجاميع كبيرة لربما كانت غير معروفة للشعب العراقي، أغلبهم جاء من الخارج، لكن بذات الوقت نحن كنا نحتاج إلى حكومة لكي تخرجنا من الواقع المرير، فاستطعنا في الفترة الأولى الأربع سنوات الأولى من 2005 إلى 2009 استطعنا أن ننهي شيء من الحرب الطائفية، بحيث كان المواطن العراقي لا يستطيع أن يخرج الساعة 4 العصر من بيته أو الساعة 3 العصر، وسمعنا ما والكل شاهد ما شاهد من هذه الظروف. نعم هناك خلل من قبل الكتل السياسية في عدم اختيار قانون للانتخابات، في عدم اختيار قانون للأحزاب، في عدم اختيار قانون يؤكد من أين لك هذا حتى نبتعد عن المال السياسي. أما أن أقول أن المال السياسي جميعه جاء نتاج للدائرة المغلقة، لا، يعني هذا حقيقة في إجحاف يعني وصلت الفكرة أستاذ الوطنية. السيد وائل الركابي الباحث والكاتب، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر دكتور عبد الرحمن الجميلي الخبير في الشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك دكتور الجميلي. إذن مشاهدينا الكرام، هناك بعض استطلاعات الرأي وأراء الشارع العراقي نستشرفها مع بكر الحديثي.
من خلال الاستطلاع اللي سويناه على مواقع التواصل الاجتماعي حصلنا على هذه الإحصائيات من خلال الأسئلة اللي نزلناها. والسؤال الأول كان يقول برأيكم أكو تزوير بالانتخابات الجاية؟ وكانت الإحصائية النهائية إلى 89% بنعم و11% بلا. أما السؤال الثاني كان يقول هل الناخب العراقي راح يسوي تغيير من خلال انتخابه للمرشح المناسب؟ وكانت الإجابة والنسب 16% أكو تغيير و84% ماكو. أما السؤال الثالث كان يقول هل ستصوت في الانتخابات المقبلة؟ وكانت الإحصائية إلى 30% بنعم و70% بلا، وهاي نسبة كبيرة. وكذلك طرحنا السؤال على السوشيال ميديا شلون تشوف الانتخابات الجاية، والأغلب منهم كانت تعليقاتهم كالآتي. ناخذ أول تعليق محمد من البصرة: الانتخابات الجاية هي استنساخ للانتخابات اللي قبلها، نفس الوجوه ونفس الحملات والشعب خطية اللي واقع بيها، وينتظر 4 سنوات بلكي يجون ناس جدد ويحسنون العراق وشعبه، وهذا حلم إبليس بالجنة. أما التعليق الثاني كان لابن فياض: أتمنى من هذه الانتخابات أن تكون وجها جديدا للناس المهنيين الذين يرفعون اسم هذا البلد الجريح، بين قوسين نفس الطاسة ونفسه. ناخذ تعليق الثالث: سناء الدباس: اللي دنشوفه انتخابات مزيفة ولا بها أي تغيير، واللي راح يجون مثل اللي راحوا قبلهم، بس وجوه ما تتغير وأسماء وكتل جديدة، بس الوضعية راح تبقى هي هي إذا ما صارت أسوأ، وكافي ما بينا حيل دخيل الله. أما التعليق الرابع كان لقتادة: ما دام نفس الأحزاب ونفس الأشكال ما أتوقع أكو تغيير، وانتخابات 2018 بس شعارات انتخابية مشوها علينا، يعني مع الأسف. ننتقل إلى فقرة معلومات انتخابية: ما هي الإدارة الانتخابية؟ كانت الجواب: الجهاز الإداري المسؤول عن إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاء والإشراف على هذه المراحل، يطلق عليها تسميات عدة، منها لجنة الانتخابية واللجنة المركزية للانتخابات، وثالثة دائرة شؤون الانتخابات، أما الرابعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويمكن أن تشكل جهاز إداري مستقل تماما كما هو الحال في العراق. وكذلك جهزنا السؤال للشارع العراقي: هل راح تصوت بالانتخابات المقبلة أم لا؟ أنا أريد أوصل فكرة للمواطن العراقي أنه لازم إحنا نروح ننتخب ونغير هذه الوجوه القديمة، لأن كل اشتعبنا من هذه الوجوه القديمة، فالوجوه الجديدة وجوه شبابية عندهم أهداف، إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل القادم أنه تكون الوجوه الجديدة تغير من واقع مدينة الموصل والعراق بصورة عامة، فإحنا لازم نروح ننتخب. إحنا إذا ما رحنا انتخبنا، إذا هذا المرشح اللي ما نريده حصل على 10 أصوات هذا راح يصعد في سبيل أنت، يعني من راح تروح تنتخب؟ بس إنما أنت تروح تنتخب راح يتغير هذا المرشح اللي أنت ما تريده. بالنسبة للانتخابات القادمة أنا كشخصيا ما تعني لي أي شيء، لأن اللي قبلهم ما سووا لنا أي شيء ولا راح يسوون ولا راح يقدمون أي شيء لهذا البلد. أنا راح أشارك بالانتخابات الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله تكون خير على الموصل، ونتمنى من الأهالي الموصل يشاركون بهذه الانتخابات وإن شاء الله تكون خير على الموصل. الديمقراطية هي أرقى ما وصل إليه العقل البشري في عملية تنظيم حياة الناس من خلال انتخاب الحكام عن طريق صناديق الاقتراع، لكن بالعراق أنا أعتبر الديمقراطية معطلة لأنها تدور نفس الوجوه ونفس النماذج، ولكن أنا لا أدعو إلى عدم المشاركة بالانتخابات، وإنما المشاركة الجماهيرية الواسعة والضغط والاتجاه نحو وجوه معينة وقوائم بعينها بعد معرفة طبعا الناخبين. أكيد أنتخب لتغيير الوجوه الكالحة والشخصيات الفاسدة، خاصة من السياسيين اللي قاعدين تحت أسماء ودوائر حكومية وما غيروا أي شيء للبلد وما قدموا أي شيء للفقراء وغيرها من هالأمور. على الكبار يضل.
ثنايا أهل أربلا ما تخير الاثنين وفهم راح بحرب إيران ما أريد منكم بس والدي. إذا مشاهدينا الكرام إلى اللقاء.